بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الرسالة حنتكلم عن بروتوكول البي في اس تي. بروتوكول البي في اس تي وهو اختصار لبير في لان سبانينج تري، هو واحد من بروتوكولات تستخدم في عملية منع دوران البيانات في داخل شبكة السويتشات. عندنا أجهزة السويتشات أو المبدلات، وهي جهاز السويتش هو اللي بيتم استخدامه لربط الأجهزة مع بعضها البعض في داخل الشبكة المحلية، وبالتالي لما نقول جهاز سويتش فنحن مباشرة نرمز إلى العمود الفقري للشبكة المحلية. السويتشات المفروض أن يتم ربطها بكيبل واحد، كيبل فيزيائي واحد أو كيبل شبكة واحد. في حال تم ربطها بأكثر من كيبلين فما فوق، عندها راح تحصل مشكلة، واللي هي مشكلة دوران البيانات في داخل السويتشات، ويطلق أيضا على هذه المشكلة البرودكاست ستورم ان لاير 2 في الطبقة الثانية. فبالتالي يجب أن يعمل فقط لينك واحد أو رابط واحد فيما بين السويتشات لكي نتجنب حصول مشكلة دوران البيانات في داخل السويتشات. طيب، أغلب الشركات والمؤسسات بتقوم بتركيب ووضع أكثر من كيبل واحد يربط فيما بين السويتشات، وممكن على فكرة تكون مقصودة بحيث أنه تكون عملية ريدندنسي، بحيث أنه لو تعطل الكيبل الرئيسي يكون هناك كيبل احتياطي يعمل ويحل محل الكيبل الأساسي، بحيث ما تحصل انقطاع في داخل الشبكة. وقد تكون غير مقصودة مثلا، أو ما انتبه لها مهندس الشبكة، بحيث مثلا عنده مجموعة من السويتشات 10-15 وأخذ يقوم بربطها مع بعضها البعض، ومن ثم ربط سويتش مثلا بسويتش آخر مربوط اوريدي بسويتش آخر، فحصلت عنده السيركل واكتملت السيركل الدائرة، وأصبح هناك أكثر من مسار، وأصبح لديه فعليا مسارين لكل سويتش، وبالتالي أصبح هناك أكثر من كيبل كحلقة تربط فيما بين السويتشات، وبالتالي هنا راح تحصل مشكلة دوران البيانات. واحدة من وظائف السويتش اللي بيقوم فيها تلقائيا اللي هي منع مشكلة دوران البيانات، بحيث يقوم مباشرة بمجرد أن أي سويتشات تشعر أن هناك أكثر من كيبل يربط فيما بينها، عندها راح تقوم مباشرة هذه السويتشات بتفعيل بروتوكول يطلق عليه الـ STB اللي هو الـ Spanning Tree بروتوكول. هذا البروتوكول يقوم بمنع عملية دوران البيانات من خلال طريقتين. الطريقة الأولى أو تتم عن خطوتين. الخطوة الأولى اللي هي اختيار الروت سويتش، وهذا الروت سويتش أو الروت بريدج راح يكون هو السويتش الأساسي، راح يكون سويتش واحد فقط في داخل الشبكة. بعد كذا راح تبدأ عملية حسابات، بحيث أنه كل سويتش راح يحسب المسار الأقرب له والذي يؤدي إلى هذا السويتش، فيصبح هذا هو المسار الرئيسي اللي هو راح يطلق عليه الروت بورت، وبالتالي يصبح لكل سويتش مسار يؤدي فقط إلى الروت بريدج، ممكن يكون عن طريق سويتش آخر أو يكون متصل مباشرة عن طريق الروت بريدج، ويتم عملية الحساب عن طريق سرعة المسار والسويتشات التي تفصل بينه وبين السويتش الرئيسي. طيب، بعد ما أن يتم تحديد أن يقوم كل سويتش بتحديد المسار الرئيسي اللي راح يتصل مع الروت سويتش، عندها المسار الآخر راح يتم إغلاقه، وبالتالي لو كان عندنا مثلا ثلاث كيابل مثلا أو كيبلين راح يتم فقط تشغيل واحد وإغلاق الباقي، وراح تظل احتياطية في حال تعطل مثلا الروت بريدج الأساسي أو انقطاع حصول انقطاع في الكيبل الأساسي، عندها راح يعمل الكيبل راح يبدأ عملية انتخابات واختيار لروت بريدج آخر، وعملية حسابات أخرى ليتم اختيار لينك أو رابط أو كيبل شبكة آخر ليصبح هو الكيبل الرئيسي. هذا هو شغل وطريقة عمل الـ STB Spanning Tree بروتوكول، وهو يعمل تلقائيا مع جميع أنواع السويتشات. سيسكو
قامت بابتكار البير فيلان سبانينج تري بروتوكول، وهذا البروتوكول هي فكرته مشتقة من السبانينج تري بروتوكول، يعني هي فعليا أخذت السبانينج تري بروتوكول وقامت بإجراء تعديل عليه وتطوير. هذا التطوير يسمح بإنشاء سبانينج تري توبولوجي على كل فيلان منعزلة عن الفيلان الأخرى. إحنا لما قلنا أنه الاس تي بي لكي يمنع مشكلة دوران البيانات راح يختار روت بريدج واحد صح، وراح وكل سويتش في الشبكة راح يقوم بعملية إيش، بعملية اختيار أفضل مسار أو أفضل كيبل يربطها مع السويتش الآخر، مع سويتش الروت نفسه الروت بريدج، بحيث أن الروت بريدج هو اللي راح يكون إيش حلقة المنتصف أو هو الرابط الكل، يعني الكل متصل عليه مباشرة أو من خلال سويتش آخر. ممتاز، هذه العملية بعد ما تتم ويتم اختيار أفضل كيبل وإغلاق باقي الكيابل واختيار الروت بريدج وتستقر هذه العملية، راح يصبح لدينا STB topology أو يطلق عليها أيضا STB instance، يعني أصبح لدينا شبكة خاصة بالSTB. طبعا هذه الشبكة كلوجيكال خلاص، وحتى ممكن كان كهاردوير، لأن في عندنا سويتش تم اختياره كروت بريدج وهذا سويتش هاردوير، في عندنا كيبل تم اختياره ككيبل رئيسي وهذا كهاردوير، عندنا منافذ تم إغلاقها وهذه هاردوير. فالمهم أصبح لدينا تيبولوجي للإس تي بي. طبعا هذه التيبولوجي راح يتم الإس تي بي راح يفعلها، راح تنطبق على جميع السويتشات بجميع الفيلانس الموجودة في هذه السويتشات. سيسكو إيش سوت؟ سوت وزي ما هو واضح من الاسم بير فيلان سبانينج تري، يعني في كل فيلان من الممكن من خلال البروتوكول البير فيلان سبانينج تري انه يتم انه كل فيلان راح تملك حساباتها الخاصة اللي مثلا من خلالها راح تختار روت بريدج خاص بها، وهذا يحدده مهندس الشبكة من خلال قيمة الباريوريتي، يدخل على السويتش ويعطي اعلى قيمة باريوريتي ويحددها ان هذه للفيلان مثلا واحد، يروح للسويتش الثاني هذه للفيلان اثنين، وبالتالي مثلا كل فيلان عندنا في الشبكة راح تملك روت بريدج خاص فيها، وكل فيلان في داخل الشبكة راح تملك مسار رئيسي خاص فيها ومسارات مغلقة كاحتياطية عند تعطل المسار الرئيسي، وبالتالي أصبحت كل فيلان عندنا أصبح لها STB topology خاص فيها. ممكن على فكرة أن احنا نجعل أكثر من فيلان واحدة تتشارك في STB topology واحدة، وممكن نجعل كل فيلان تملك STB topology أو شبكة STB خاصة فيها مستقلة عن الفيلان الأخرى. ممتاز، إذن فكرة البير فيلان سبانينج تري هي إنشاء topology STB خاصة بكل فيلان. إيش الفائدة من هذا الموضوع؟ طبعا اكيد المفروض يكون من وراه فائده ومغزى، لان هذا يعتبر تطوير، والتطوير دائما كلمه تطلق على تحسين الشيء. الفائده من كذا ان العمليه راح تصير اسرع، بحيث لو تعطل مثلا سويتش معين، روت بريدج معين، كيبل معين لفيلان معينه، ممكن تكون العمليه اسرع لحسابات الفيلان، لان كل فيلان مستقل عن الاخرى. كذلك في ميزه اهم، واللي هي ان الكيابل كلها ما راح تكون ما في كيبل راح يكون مغلق، كل الكيابل راح تكون شغاله، راح نستفيد منها. لما يكون عندي سبانينج تري على مستوى الشبكه كامله واحد فقط على مستوى الفيلانس كلها، فعندها راح يكون عندي كيابل مغلقة. أما لما يكون عندي لا تطبيق للسبانينج تري على مستوى كل فيلان، فبالتالي في كل فيلان كيبل أساسي وكيابل لا تعمل، تمام؟ والفيلان الثانية كيبل رئيسي مختلف عن الكيبل الرئيسي الموجود في الفيلان الأولى، وكيابل مغلقة مختلفة عن الموجودة في الفيلان الأولى، وهكذا. وبالتالي يتم عندنا الاستغلال لهذه الكيابل في عملية إرسال واستقبال البيانات فيما بين السويتشات والفيلانز المختلفة، بدل ما كانت مغلقة فقط كاحتياط تم الاستغلالها. طبعا هذا راح يؤدي الى تحسين اداء الشبكه من ناحيه سرعه ارسال واستقبال البيانات، والتخفيف على الكيبل اللي كان راح يكون كيبل رئيسي، بحيث تم توزيع البيانات على اكثر من كيبل، وبالتالي حصلت سرعه في عمليه ارسال واستقبال البيانات. هذه هي كانت فكره البير فيلان سبانينج تري. البير فيلان سبانينج تري زي ما قلنا هو بروتوكول قامت سيسكو بتطويره، وبالتالي جعلته خاص ليها،
وهو ملكية خاصة بسيسكو. لما نقول دائما ملكية خاصة بجهة معينة، فبالتالي هو لا يعمل إلا على أجهزة هذه الجهة المعينة. نفس الشيء في البير في لانس بانينج تري، هو ملكية خاصة بسيسكو وبالتالي لا يعمل إلا مع سويتشات سيسكو. يعني الشبكة عندك لازم تكون كلها سويتشات سيسكو عشان تستطيع إنك تطبق بير في لانس بانينج تري. لو كان عندك سويتشات أخرى، هواوي مثلا، هواوي على مثلا أو جينيبر أو عندها، ما راح تكون قادر على تطبيق البير في لانس بانينج تري، لأنه ما راح يشتغل إلا مع سويتشات سيسكو فقط. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة، أتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح، مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.